تصدر الآن بصفتنا نقابة وطنية للصحافة المغربية بالإضافة إلى جمعية الإعلام والناشرين وإضافة إلى خبراء وطبعا بمشاركة الوزارة. الهدف هو في الحقيقة استمرار أو مواصلة النقاش، لأن هذا النقاش لم يتوقف، وأعتقد بأنه إلى رجعنا النقاش اللي كان في مجلس النواب في نهاية السنة الماضية كانت الأمور واضحة بمشاركة كل الهيئات المهنية والفرق البرلمانية، كانت هناك حاجة إلى الإصلاح. هل نؤجل هذا الإصلاح أم نبدأ فيه الآن؟ إحنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية نعتبر بأنه لا يمكن أن ننتظر، ينبغي أن نبدأ هذا الإصلاح الآن، وأن تكون هناك فترة انتقالية وجيزة من أجل أننا ننجزوا هذه الإصلاحات، لأن ماشي الهدف حد ذاته هو الهياكل، الهدف هو ماذا نصنع بهذه الهياكل. الهياكل ما هي إلا أدوات لصناعة الإصلاح، لصناعة المستقبل، وللاستجابة لحاجية المجتمع المغربي الذي يريد إعلام وصحافة متطورة، صحافة احترافية. أظن بأن نسير في هذا الطريق، ولكن لا بد أن نعزز الإصلاحات ولا بد أن نطورها. وإلا رجعت لتاريخ الإصلاحات غتوجد في المغرب دائما كانت محطات، وهذه المحطات طبعا غنتحدثوا عليها في هذه الندوة. هذه واحد الندوة اللي كنعتبروها تكتسي أهمية بالغة واستثنائية بالنظر إلى مضمون ومحتوى وعنوان هذه الندوة اللي كيرتبط بالمستجدات الأخيرة المتعلقة بأوضاع الصحافة والصحفيين والنشاط الإعلامي الوطني للصحافة. هذه المستجدات هي كثيرة ومتعددة. أولا، هناك توقيع اتفاق اجتماعي مع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين. المستجد الثاني ويتعلق بترطي أوضاع المقاولة الإعلامية الوطنية اللي كتعيش ظروف مالية ومقاولة صعبة جدا، ونشكر بهذه المناسبة الدولة التي تدخلت غير ما مرة لإسعاف هذه المقاولة الإعلامية. وأيضاً المستجد الآخر اللي هو مهم ويرتبط بإحداث اللجنة المستقلة لتسيير المجلس الوطني للصحافة. في هذه النقطة تحديداً، نحن في النقابة الوطنية للصحافة المغربية عندنا وجهة نظر واضحة. نحن أولاً ننوب هذا النقاش العام اللي تفتح في هذه القضية، وهذا الاهتمام الكبير للمجتمع المغربي والرأي العام بالجسم الصحفي وباللجنة المستقلة لتسيير شؤون المجلس الوطني كتعكس في النظرية ديالنا الأهمية اللي كتحظى بها وسائل الإعلام عند المغاربة كافة وعند الرأي العام الوطني، وهذه ظاهرة ما يمكن تكون إلا إيجابية وصحية. يجب أن يستمر هذا النقاش باللياقة وباللباقة وبالأخلاق بما يخدم مستقبل ومصلحة المشهد الإعلامي الوطني. احنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية نعتبر أن الأولوية المطلقة حالياً هي لتعديل منظومة القوانين، لأنه قدر ما نسجل أن هذه القوانين مهمة وأساسية وجاءت بتعديلات ومكاسب مهمة لفائدة المشهد الإعلامي الوطني، ولكن في نفس الوقت نعتبر أن مرحلة تأسيس المجلس الوطني أفرزت مجموعة من الاختلالات، وأنه أجدر بنا اليوم والأهم باليوم التي تطرح كأولوية الأولويات هو تعديل هذه المنظومة القوانين. لأنه يعني بدون تعديل هذه المنظومة القوانين، بدون تعديل قانون المحدد للمجلس الوطني بالخصوص، سنعيد نفس إعادة إنتاج نفس التجربة، وهذا لن يكون في صالح لا المشهد الإعلامي الوطني ولا في صالح البلاد. ظهرت اختلالات، بانت تناقضات، ظهرت مجموعة من الصعوبات، خصنا نتكاتف الجهود في إطار مشاورات مفتوحة مع جميع الفرقاء المهنيين باش أولا نعدلوا هذه المنظومة القوانين، وعن ذلك يمكن ننتقل إلى ما يتعلق بالمستقبل ومصير المجلس الوطني للصحافة. أن المجلس الوطني للصحافة بدون قرارات تأديبية نافذة فيما يتعلق بالأخلاقية المهنة، مجلس وطني بدون قرارات تنفيذية فاعلة فيما يتعلق بقضايا التحكيم، ما كنعتقدش أنه غادي يكون عند شي دور كبير لهذا المجلس الوطني. نعاودوا إنتاج نفس التجربة. المجلس الوطني للصحافة متمثل في لجنة الأخلاقية المهنة صدر أكثر من 50 قرار تأديبي حق مجموعة من المخالفين لميثاق أخلاقية المهنة، ولكن هذه القرارات بقت بدون فعالية لأنه ليس هناك في القانون تنصيص على آلية تنفيذ هذه القرارات. نفس الأمر يتعلق بالتحكيم، العديد من القرارات اللي صدرت على لجنة الوصافة والتحكيم واللي المعنيين بها مشاو للقضاء،
والقضاء اعتبر انه هناك اشكاليه ديال واش المجلس الوطني من حقه ممارسه التحكيم ام انه يجب ان يعود الى القواعد العامه للتحكيم. اذا واختلالات كثيره اخرى متعدده. كنعتقد انه الاولويه اليوم هي تعديل هذه منظومه القوانين باش يمكن يكون عندنا مجلس وطني عنده صلاحيات مهمه وعنده قوه وعنده حقوق. وتواجدنا احنا اليوم في الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين في هذه الندوه اللي تتنظم الصحافه الوطنيه بالمغرب هو اننا نوضحوا مجموعه من الاشياء اللي كانت طرحات بعد البوليميك الاخير بعد قرار الوزاره انشاء تأسيس لجنه مستقله لشؤون الصحافه والنشر. مجموعه من الاصوات بدات تغرد مؤخرا ما عجبهاش القرار وبدات تروج لمغالطات للاسف ماشي في محلها وغير صائبه. وهذا البوليميك هنايا في الجمعيه الوطنيه للاعلام والنشرين وعدد كبير من الغيورين على القطاع الصحافه والنشر في المغرب عارفين الاهداف والكولسه ديالو فهي مجرد حرب بواقع فماشي الهدف ديالو ماشي هو تطوير الممارسه الصحفيه في المغرب. تنعرفوا الان ان المشهد الاعلامي المغرب مشتت على ان عندنا عدد كبير من المنابر الاعلاميه خصوصا الالكترونيه اللي غير مهيكله وتتعاني من ضائقه ماليه كبيره جدا. فاحنا الهدف ديالنا هو نطوروا المشهد الاعلامي في المغرب، نقويوا من الصحافه الوطنيه في المغرب، نقويوا من المقاوله الاعلاميه اللي تكون قويه ومهيكله تتماشى مع التطورات اللي شهدنا بلادنا مؤخرا.